ليه قال عنك ملحم بركات مغرورة؟ مغرورة؟ مهضوم استاذ ملحم. ليك بدي لك شغلة، أول شيء استاذ ملحم استاذ موسيقار بكل معنى الكلمة، وأنا من أشد المعجبين فيه، وبتربطنا صداقة فيه كثير كبيرة، وفي خبز وملح بيناتنا. وما بنسى يوم اللي اجى عيد ميلادك انت عملته بجزين بالجبل، اجى وغنى وسمعني عم غني طرب، وقال لي ليش ما بتغني بكل حفلاتك. بس استاذ ملحم دائما من اللي بحبهم بيوجه لهم مسجات صغيره، بس المسجات كرمال يسمع صوتهم، لانه دائما اللي بيتصل فيي وخطي مسكر، خطي مسكر لانه انا دائما مسافره، وخاصه هالفتره هيدي. بس يسمح لي، طب ما هو كمان بضل خطه مسكر، وامبارح قال الفنان رغب علامه انه دائما بندق لك وخطك مسكر، قال اتصل بإلي ايوب. طب انا بمين بدي اتصل؟ ومره عزمته على العشاء، كان جاي على العشاء استاذ عوني وعائلته، سكر خطه كل النهار ندق له، اخر شيء رحنا لوحدنا. بس ما في يقول عنه مغرور ابدا انا. وكل شيء مقبول منك ابو مجد، كل شيء مقبول منك. ما بتبرري، ما بتقولي انه لا، هو كاركتيره هيك والناس بتحبه هيك وانا بحبه هيك، انا ما بزعل منه ابدا. مطربه ولا مغنيه؟ انا عارفه شو مطربه ولا مغنيه؟ اللي بدك اياه. المهم انا بغني. انا مش انا، هو قال امبارح سميت اسماء من ضمنهم، قلت نوال الزغبي، قال لي مغنيه. شو؟ لا انت ذكرت له كل الاسامي الا انا. هو قال ليك بدي لك شغله، ان كان مطربة او ان كان مغنية، المهم منأدي صح ومنوصل هالعمل صح بصوتنا. مهم نجمة يعني؟ نجمة بدي اسأل العالم، ما بعرف. بس انا اللي بدي اقول لك اياه انه شو بيجيبني لصوت الاستاذ ملحم ولا طرب اللي بصوت الاستاذ ملحم، وهو قال شغله 100% صح، انه المطرب اللي هو بيقول ليالي وبينقل من نغمه لنغمه وبيشقلب الغنيه، يعني كلنا مغنيين. ومظبوط، ما هو حق. التسميه بتهمك بهالمرحله؟ ابدا. اللقب؟ ابدا. انا من انا وببداياتي كثير طلعوا القاب رفضتها. بالفتره الاخيره قالوا النجم فلان والنجمه فلانه والفنانه نوال الزغبي. اي ما عندي مشكله. ما عندك؟ ما عندي مشكله، لانه بيبقى في اشياء شخصيه موجودة أنا بطنشها، لأنه بيبقى في غايات معينة. مين لما تطلعي على 1988 اليوم بتقولي أنه أنا صرت نجمة بحصاد استوديو الفن سنتا وفلان وفلان وفلان، نحن من وقتها لليوم صرنا ما صرنا؟ اللي اشتركوا اشتركنا مع بعض بنفس البروجرام، يعني استوديو الفن، عاصي الحلينة، محافظ الألقاب للجميع. أنا بحبهم كلهم وبعزهم، وخاصة عاصي يعني من الفنانين اللي بعزهم كتير. عاصي الحلاني، كلودا الشمالي، نقول القصة، هول اللي بتذكرهم كتير منيح، كانوا معي بالحلقة، هول بتذكرهم. هيدا استوديو الفن بال94 عايزة الرد. ليه كل ما عاد ما بن كيف بتغير في الكلام، انا عايز الرد حالا، يا القرب يا الخصام، يا ما طولت بالي وسهرت كتير ليالي، صعب علي انشغالي والشكوى والملام. نوال عايز الرد كنت اول اغنيه كرستك نجمه؟ مزبوط. عرفتني على العالم، وحصدت من خلال طلتي بهالاغنيه بعض من النجوميه. قبل ما تغني لوحدك على المسرح، مش تفتتحي لفن، اول شيء لمين كنت تفتتحي من الفنانين الزملاء لإلك قبل؟ كتار كتار كتير. مين؟ راغب علامه، جورج وصوف، كمان مرة بقول محافظ الألقاب لأنه كلهم زملاء. لقب ما بيضيف كثير، هو الاسم أهم. راغب علامة، جورج وصوف، تتذكر كثير منيح، وليد توفيق، أحمد دوغان، يعني افتتحت لعدد كبير من النجوم. نوال ما راح افتتح لحدا، أنا فيدات راح أطلع على المسرح، وإذا طلبوني لحفلة أنا الستار. حياتي ما قلتها، ما قلت إنه أنا ما راح افتتح لحدا، لأنه نحن هلا أوقات بنفتتح لبعضنا، هيدي مش عقدة الحمد لله. بس وقتها قررت إنه بدي أكون نجمة
يكون لها أغنياتها الخاصة والناس تجي تشوف نوال الزغبي. يعني كانوا يجوا يشوفوا راغب علامة ويطلع يا مطرب يا مطربة صغار يفتتحوا كرمال يحضروا وصلة الستار. أوقات كنت انزعج أنه العالم تكون بعد عم تاكل، العالم مثلا مش كتير ملاحظة مثلا أنا شو عم أقول، هالشي بس كان يزعجني. بعدين طموحي كبير وصرت حب يكون عندي أغاني خاصة، صرت حب الناس تسمعني مظبوط تلتفت لإلي، وهذا اللي صار. نوال الزغبي عندما سجلت غنية عايزة الرد بمصر ولما إلي ديب زوجك حمل الكاسات، ما كان سيدي وقتها كاسات، شو قال لك؟ قال لك هيدي الفيديتار يا نوال. إلي من الأشخاص اللي كتير آمن بموهبتي، وبفضل إلي أنا هون، بفضل إلي أنا هون. إلي كتير وقف حدي ودعمني وكان عم يتحدى كتير ناس فيه بصوتي وبنجوميتي. تذكر أنت أول لقاء بينك وبين إلي بعد أغنية عايز الرد؟ يعني بأي لحظة قلتوا لبعض، قلتي له يا إلي أنا صرت ستار، وإلي قال لك يا نوال طرنا؟ ولا مرة قلت له أنا ستار، ولا مرة هو قال لي طرنا، ولا مرة. أبداً أبداً، صدقني كنا كل ما ننجح أكثر شو تقولوا لبعض؟ نتعب نفسياً أكثر، إنه بدنا نحقق نجاح بعد أكثر. طب أوكي عملنا هالغنية نجحنا فيها، هالفيديو كليب نجحنا فيه، شو بعد؟ لازم نلاقي الأحلى الأحلى الأحلى. الطموح والاستمرارية هذا كل همنا. ولا مرة فكرت إنه أنا في مطربة لازم زيحة، أنا أبداً بحياتي ما فكرت. نوال الحياة بتعلم، اكتسبتي باختلاطك بهالفنانين والفنان، اكتسبتي احتيال، ثعلبية، تدليس، قراءة ما بين السطور، من وين بتجيب حنكة؟ من وين بتجيب هول الكلام؟ اكتسبتي يعني بيكتسب الفنان أكثر من أصحاب غير مهن، إنه يعرف كيفية التعاطي. ما عم بحكي بالسلبي، عم بحكي بالإيجابية. يعني صرتي صار عندك نظرة بتعرفي؟ بدي أقول لك شغلة، أنا دائما بتكل على قلبي قبل كل شيء. يعني يمكن هيدي مشكلة بالنسبة لإلي، إنه دائما عاطفية ودائما أفكر أوقات كتير بقلبي قبل عقلي يعني. بس أكيد بعد هالعمر الفني، إنه إذا بقول لك ما اكتسبت يعني الناس بتضحك علي، أكيد اكتسبت أشياء وفي أشياء تركتها على طبيعتها. قد في صفاء بالأذهان وبالقلوب بالوسط الفني؟ نسبة أعطيني صفاء. في ناس عندها صفاء. قد إيه؟ قد إيه بالنيات؟ قد إيه أنت برأيك؟ يعني أنا بالنسبة لي ما بلاقي إنه الناس ممكن تفكر فيي غلط، أو الناس ممكن تكرهني إذا أنا مش عملت لها شيء. بس في ناس بيفكروا غلط. إيه أنا ما إلي دعوة فيهم، ما بفكر فيهم. مين لمست كرهه لإلك؟ لمست كرهه؟ لمست كره؟ كراهية؟ لمست؟ من الوسط الفني؟ يعني تقريبا. من أي وسط؟ لا، إنه مش ضروري يكون مطرب أو مطربة. هذا اللي عم بقصده. كيف بتتلقي الكراهية اليوم؟ بتلقيها بقول الله يسامحه. تكرهي؟ إذا أنا لا، بحياتي ما بكره. أنا كل الناس بتعرف إذا حدا غلط بحقي، ممكن بتليفون صغير بسلام. أنا إذا أذيتك نوال الزغب اليوم، أنا إذا اليوم أذيتك بتسامحيني؟ إذا أذيتني وحسيت أنه أنت أذيتني بطريقة مش مفتعلة، أو أنت ممكن تضلك تأذيني أو تضلك تكرر هالشي، أكيد أكيد كأنه ولا صار شيء. بس إذا بحسك أنت قلبك أسود من جوا، مش ببعد عنك. يعني بتحكيني بقلك كيفك، بتجي معي بالحلقة بقلك سوري نيشان أنا ما بقدر أطلع معك. بتقلي ليه؟ بقلك ممكن لأنه أنا تعبانة، ممكن لأنه أنا ما عندي شيء أقوله، وممكن يجي وقت قلك لأنه أنت بتأذيني. كم شخص مرق بحياتك هيك؟ كم شخص؟ إذاني مزبوط وبحسه على طول بيتكرر. شخص او شخصين. اليوم لانه رمضان ورمضان كريم، ما بدي ادخل بتسميات، لانه حلو كثير يكون عنا اجواء ايجابيه. لا انا ما بدي اقول لك شغله، مش ضروري يكون في اسامي. نعم. صدقني، وخاصه بهالشهر الفضيل، احلى شهر، يعني الواحد لازم يكون متسامح
وانا متسامحه لانه انا كل شهر عندي شهر فضيل، ماني معصومه عن الخطا، بعصب ممكن ازعل، بس الحمد لله عندي صفاء داخلي، هي اهم شيء. إلي اسعد هيكل، هذا اسم ولا شو؟ إلي هيكل. تذكري؟ إلي اسعد هيكل سنة 1990 ممكن يكون بيقربني ما بعرف، خمس سنوات توفى بالكانسر. لا ما بتذكر. إلي اسعد هيكل تقلك ليه؟ لانه الماما من بيت هيكل وعندها عم اسمه اسعد وهن عايشين بامريكا لهم فتره طويله. بس قلت لي إلي اسعد هيكل انا ممكن يكون ولد صغير. ولد صغير. اوكي ابن خالي. ابن خالك. كنت تحبي كثير، شو صار؟ هي اول مرحله حزن بحياتك، كان اول بيقويك الحزن نوال؟ كيف يعني؟ بيقويك يعني حزنتي على إلي، كنت أول سطوة بحياتك، شو هالعلاقة اللي كانت؟ طفل صغير، طفل صغير تعذب قدامي، بتعرف أنت الكانسر شو بيشوي؟ ثاني مرحلة حزن بحياتك نوال كانت شوي صدمة أكثر كمان، عندما ولدت تيا. كيف تيا اليوم؟ يا الله منيحة؟ منيحة؟ بتحب تعرف وين رايحة وين جاية؟ تيا عندما ولدت أشيع بأنه في أنها مشوهة، سكتي 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 سكتي، طلعتي مع بحدث بالاس او اس. يي شو زعلت وشو انقهرت؟ قلت لهم طب ليش هيك عم يعملوا؟ انه اول بيبي لي ليش هيك عم بيطلعوا اخبار علي؟ بعدين لقيت انه بدي اطلع على الاعلام فجأة انه بنتي ما بها شيء، وهيك عملت. حضرتيها نفسيا لتيا قد ما ظهرت على الاعلام؟ قلتي لها انه مامي نحن لازم يعني شو؟ لانه الولد بيسال شو هال تيا بتعرف انه انا ام مشهوره، بغني، بسافر لانه بيبقى في شغل، بتعرف انه انا بحبها كثير وممكن تضحياتي كرمالها. بعدين خلقوا التوم، هون المصيبه. شو التوم؟ خلقوا قبل ما يخلقوا طلعت اشاعه انهم عميان. خلقوا عميان، هيدي مرحله كمان صدمه بحياتك. كيف سمعتي بانه يقال بانه عميان ولادها لنوال الزغبي؟ اللي عرف انه طلعت الاشاعه انا كنت بعدني اونسانت، بعدهم حامل. ايه بعد ما خلقوا ما كان يخبرني. لبس خلقوا نزلت على بيروت صرت اسمع الاشاعه. هلا انا خلقوا ولادي قبل بوقت. نعم. بالشهر السابع. نعم. ضيقت كثير بحبلي، يمكن سببوا لي بمرض معين بصحتي. بس الحمد لله انه الله كبير، كنت كثير خايفه عليهم وقت خلقوا، واسم الله هلا صاروا 3 سنين ونص. جران جاردان. حاولت كثير الليل يجيبهم للصبيان للتوم، بس عرفت بانه نوال الزغبي رافضه انه ولادها يظهروا علنا بالاعلام. انا بدي اقول لك شو سبب هالرفض؟ انا بدي اقول لك ليه، مش لانه انا انسانه شايفة ولادي مش مصدقة ومن العين لا لا أبدا، ولادي مثله مثل أي ولد، أنا كتير بحب الولاد وممكن أي ولد صغير شوفه أركض أنا عليه. ولادي بالنهاية عم يختلطوا بالمدرسة، عندهم أصدقاء، بيروحوا بيرثدي، بحاول أخذهم على محلات حتى يختلطوا مع العالم، ودايما لازم يحسوا حالهم أنه هن ناس عاديين. بس انا ما بدي استغل ولادي بنقطه معينه من نجوميتي، وما بدي خليهم يوصلوا لوقت معين بعمر معين يلوموني. يمكن ينبسطوا انه هن صاروا ناس مشهورين من هن وصغار. بس هي انشهرت. ايه بس انشهرت كاسم، انشهرت كبنتي،
بس ما انشهرت ك ك كتيا البنت اللي عمرها هلا صار 7 سنين لانه بعدت كثير عن الاضواء. نوال بتخافي انه بنتك او اولادك ينصابوا بعقده من نجوميه امهم؟ في كثير حالات كثير 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 انه انت الاضواء عليكي كتير انت بخاف. الشهره انت الاسم بخاف بس انا مثل عقده صباح حكيت صباح وهويدا حكيت صباح بانه لا زالت لغايه اليوم هويدا تعاتب صباح وصباح تعاني اكيد يعني بخاف لانه النجوميه ممكن تاثر على عائلتك ممكن تاثر على اولادك ممكن تاثر عليك انت شخصيا بس قد ما في عم حاول عيش حياه عاديه